عشرة عمر جمعت بين أخوين لدودين يجتمعان على المرة، لكن النصر يفرقهما، ومعهما ينقسم الشارع المصري انقساما أفقيا حادا. يستحيل الحديث عن الكرة المصرية دون الإشارة إليهما، فريقان تعتبر المواجهة بينهما من أقوى الدربيات في إفريقيا والوطن العربي. إن أقدم ديربي عربي وأيضاً أعرق ديربي عربي وأحلى وأروع ديربي عربي. حلوة حلوة يا نهار أبيض على المباراة، اتجننوا، الدنيا كلها اتجننت. مباراة قرن، مباراة عشرية، مباراة عشر سنوات من الألفية الجديدة. دوله الامارات الشقيق على الاستقبال والحفاوه اللي احنا شفناها من ساعه ما جينا، وعلى الملعب العالمي اللي احنا بنلعب عليه النهارده، استاد من اروع الاستادات اللي شفتها في حياتي، وبشكركم والحمد لله على المكسب وعلى البطوله.